تقديراً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أقيم في مطرانية الروم الملكي الكاثوليك أم السماق حفل خيري ترفيهي حضره سيادة المطران ياسر العياش وعدد من الآباء الكهنة. إلى المزيد. أقامت أخوية سيدة المعونة الدائمة التابعة لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق حفلها الخيري السنوي على شرف الأشخاص ذوي الإعاقة من جمعية إيمان ونور الخيرية. بدأ الحفل الذي حضره سيادة المطران ياسر العياش وعدد من الآباء الكهنة بكلمة ترحيبية للآنسة لونا نفاع التي شكرت خلالها كل من ساهم في إقامة هذا اليوم الخيري. احنا أخوية سيدة المعونة الدائمة من مطرانية الروم الكاثوليك حبينا نعمل نشاط خيري سنوي بنعمله كل سنة لجمعية إيمان ونور لذوي الاحتياجات الخاصة، فدائما بنعمل لهم أنشطة، بنعمل لهم ضيافة، بنعمل لهم هدايا، بنبسطهم، بنعطي الفرح لقلوبهم، بنساعدهم بقضوا وقت، ونفس الإشي الأخوية مع الكشافة بيساعدوا وباخذوا خبرة جديدة بحياتهم. وقد صلى المطران العياش الصلاة الربية وأعطى البركة للحاضرين. كما قدمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك فقرة ترفيهية وتنشيطية للأطفال ذوي الإعاقة أضفت بسمة الفرح على وجوههم. قدرنا وقدرنا نفوت البهجة والسرور على قلوب كل الأفراد تعون ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما عودناكم إحنا الكشافة، وطول عمرنا رح نضلنا نعمل هذا الشيء. وشارك الأب عماد البواب صاحب الصوت المتميز بباقة من التراتيل الروحية والحماسية التي نالت إعجاب الحضور وتفاعلهم. ما عم بتشوفوا اليوم عم نحتفل مع الأخوية بالكنيسة الكاثوليكية. الأوقات يلي منعيشها بإيمان ونور هن أوقات صلاة، أوقات صداقة، أوقات أمانة منعيشها مع بعضنا لأنه منصير أصدقاء. كل شخص معاق بيصير عنده شخص صديق عم بيرافقه. يلي بيميز إيمان ونور، إيمان ونور ما بتعطي مصاري، ما بتساعد مادياً، بس بتساعد بالقلب. يعني في كتير جمعيات يمكن بيساعدوا الأشخاص اللي عندهم إعاقة بحاجاتهم اليومية، إيمان ونور بتساعدهم بقلبهم، بيصير عندهم صديق يسأل عنهم ويحكي معهم. فمن رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس قال: خدمة الله بهذه الإعانة لا تسد حاجة القديسين وحسب، بل تفيض بشكر كثير لله.